هذا وشارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الجلسة الحوارية التي أقيمت في إطار الحفل الختامي لأعمال منتدى قيادة الأعمال الآسيوي بنسخته 16 تحت شعار تعزيز المرونة العودة من جديد، بحضور سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال الجلسة مناقشة العديد من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية في عالم ما بعد الجائحة بمشاركة عدد من المتحدثين والقادة المؤثرين.